بالنسبة للتمور هذه السنة الحمد لله كما القاعدة السلعة موجودة والثمن يعني راه كاين ثمن مختلف على هذا يعني كاين ديال يعني التمور يعني كاين اللي مناسب للناس الضعفاء كاين يعني البسطاء وكاين الناس اللي كيبغيو حاجة مزيانة كاع وهذا راه كاين كل يعني أنواع كلها كاينة بالنسبة للسعر الحمد لله موجودة وأثمان مختلفة كله فين هذا كله وجهده كله والقدر دياله يعني كل شيء غي إن شاء الله كل شيء غيتسوق كل شيء يتقدم كل شيء عنده مكانة دياله في السوق الحمد لله وخا الجفاف الحمد لله راه كاين يعني السلعة كاينة سبحان الله العظيم الخير راه موجود وخا الجفاف وهذا الحمد لله الخير كاين السوق يعني حنا كنلقاو السلعة موجودة كاين الكافي كاين هذا اللي بغيناه كنلقاوها يعني الناس كياخذوا التمر اللي هو المتوسط يعني اللي المتناول للجميع بحال مثلا نقولوا اثمن اللي هو 30 درهم 40 درهم هذا هو الوسط هذا هو التمر الوسط يعني شي حاجه مزيانه حنا ما نقولوش داك التمر عاوتاني ديال 20 درهم وديال قل من 20 درهم وداك الشيء راه شويه ما هذا يعني شويه ما في ما هذا نقص اما اللي بغى عاوتاني نقولوا السلعه مزيانه كاع داك المجهول وهذاك راه الثمنه ديالو بوحده راه كيبدا من 50 60 درهم حتى 150 درهم كاع هذاك الشيء عاوتاني اشكال اخر كله على ما عند كله وجهده يعني كل شيء غيتقطع كل شيء عنده مكان ديالو في السوق اي واحد يعني اللي بغى شي حاجه راه كاينه اللي بغى يعني حاجه مزيانه راه حاجه مزيانه اللي بغى متوسطه اللي بغى اقل كاين انا محل السلعه راه الحمد لله راه كاينه موجوده احنا بالنسبه للتمور داكشي اللي كيتصدر راه كيتصدر بالنسبه للتمور راه هادشي راه غير الخضار والفواكه وهذا اما التمور يعني ما كنظنش بانه محبوس حنا كنجيبوه من برا كنستوردوا التمر يعني عندنا الماركه ديال برا عندنا ديال الامارات عندنا ديال السعوديه وعندنا ديال تونس وعندنا حتى ديال الجزائر كاين يعني راه عندنا كاع انواع ديال اي التمور اللي كاينه في يعني في هذا الا كنجيبوه حنا اي عندنا الاكتفاء حنايا يعني حنا دابا ومن هنا لقدام غادي يكون عندنا الاكتفاء اكثر كاع دابا حنا عندنا الاكتفاء ديال التمور كاين عندنا الماركت غير حنايا غير بالنسبه للمواطن كيبغي يختلف انواع التمور ويختلف يعني هذا السلع كله كيبغي شي انواع حنا كنوجدوا لهم كل شيء اي نوع يعني كنوجدوه لهم ايوا الحمد لله على الخيرات بعدا والشهر مبروك ان شاء الله والله ينفع الجميع والله يبارك الجميع والله يشافي الجميع والله يرحمنا بشي الروا ان شاء الله يعني شي شتيوى ان شاء الله تكون مبروكه من الرحمن وعن سيدي ربي كنطلبوا ان شاء الله